السلام عليكم ورحمة الله. زي ما عودتكم وعودتوني إني أكون طاقة إيجابية في المحن، في المشاكل، في الأيام الشديدة الصعبة. النهاردة 27 سبتمبر 2019، فخلونا كده ندندن مع بعض بكلمات هي العمق وهي الجد وهي الحقيقة. لما كنت جندي في القوات المسلحة المصرية تعلمت وتربيت على هذه الكلمات: النشيد الرسمي، وكل مصري لازم يحفظه سواء دخل الخدمة العسكرية أو لا، لما فيه من عبقرية وجمال. رسمنا على القلب وجه الوطن، نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا، وصناك يا مصر طول الزمن، ليبقى شبابك جيلا فجيلا. على كل أرض تركنا علامة، قلاعا من النور تحمي الكرامة، عروبتنا تفتديك القلوب، ويحميك بالدم جيش الكنانة. وتنسى بيانين حرا طليقا، لتحكي ضفافك معنى النضال، وتبقى مدى الدهر حصنا عريقا، بصدق القلوب وعزم الرجال. سلام عليك إذا ما دعانا رسول الجهاد ليوم الفداء، وسالت مع النين يوما دمانا، لنبني لمصر العلا والرخاء. لكل سافل بيتطاول على القوات المسلحة وعلى جيش مصر العظيم، أقول له افهم واعقل وبطل جهل. على مثل هذه المعاني تربينا، وعليها تربى قادة هذا الجيش العظيم من أكبرهم من أولهم لأصغر جندي. حمى الله مصر، اللهم آمين.